جزاكم الله خير يا شيخ. يقول تقول السائلة أم عبد الرحمن من وادي الدواسر: والدي يحب أن يشعل الحطب في نهار رمضان، هل إذا أحس بطعم ورائحة النار في حلقه هل يؤثر ذلك على صيامه؟ لا يؤثر، إذا لم يقصد شم الدخان وإدخاله إلى جوفه فإنه لا يضر، إذا طار إلى حلقه غير اختياري وله أن يشب النار ويستدفئ بها ويطبخ عليها عند الحاجة، له أن يوقد النار ولو كان صائما. وإذا حصل دخان من غير قصد في حلقه أو في أنفه هذا لا يضر. نعم.